السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. وده فيديو بس اخباري جديد بقدمه لحضراتكم من موقع بصراحة الاخباري، واللي بنشوفه حاليا هو خروج جثمان الفنان رامي صبري، شقيق الفنان الفنان كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، واللي حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين هو نقل فيه بس مباشر للجنازة وصلاة الجنازة على الجثمان اللي انتهت اليوم في مسجد الشرطة في عصر اليوم بمسجد الشرطة. نتكلم مع حضراتكم عن الجنازة وتفاصيلها وعن ما حدث للفنان رامي صبري. طبعا هم لحد ما في منع من التصوير للجثمان وخارج، وعشان كده بنقدم لحضراتكم من خارج المبنى الخاص بيه خارج المسجد الشرطة، اللي طبعا بيتم فيه المنع خارج مسجد الشرطة اللي فيه طبعا الجثمان. زي ما حضراتكم شايفين السيارة تحمل النعش اللي فيه الجثمان ومعه أيضا يعني العديد والعديد من الفنانين. رامي صبري، الفنان رامي صبري جه سلم على الفنان رامي جمال، جه سلم على الفنان رامي صبري شقيق الفنان كريم صبري المتوفي، وفي لفيف ولفيف من الفنانين جايين علشان يعني يواسوا الفنان في وفاته. بنتكلم مع حضراتكم في بث مباشر، وهذا هي التجمع من الناس اللي طبعا تجمع من الناس اللي طبعا باين عليهم الكل، تجمع من المواطنين اللي طبعا بيبين عليهم الحزن والأسى لفراق الفنان كريم صبري. نتكلم مع حضراتكم من أمام مسجد الشرطة، وهذه لحظات الوداع لجثمان الفنان كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري اللي جه عدد وعدد من الفنانين لتقديم واجب العزاء فيه. البقاء لله ادعوا له بالرحمة، البقاء لله ادعوا له بالرحمة، ادعوا له جمالة بالرحمة، البقاء لله ادعوا له بالرحمة. كان الفنان كريم صبري قد أعلن وفاته منذ البارحة عبر صفحة الفنان رامي صبري، واللي طبعا قال إن لله وإنا إليه راجعون. أخي كريم صبري في ذمة الله. الفنانة شذا أعلنت بعدها تفاصيل خاصة يعني بإن الفنان كريم صبري خلاص قد وفاته المنية، والصلاة تبقى في مسجد الشرطة. عديد والعديد من الفنان لعل أبرزهم الفنان عمرو دياب اللي قال عبر صفحته خالص العزاء للفنان رامي صبري في وفاة شقيقه الفنان كريم صبري. اتكلم مع حضراتكم لسه داخل في البث حالا مسجد الشرطة، مسجد ودار مناسبات الشرطة اللي طبعا مسجد ودار مناسبات الشرطة اللي طبعا بيتم فيها نقل الجثمان من المسجد إلى منطقة الواحات حيث مدفنه ومثواه الأخير. خلص العزاء وللأسرة الرحمة، خلص العزاء للفقيد وللأسرة الرحمة لنظير هذا الفقدان. ادعوا له بالرحمة، ادعوا له بالرحمة والسكينة، ادعوا له بالرحمة يا جماعة. اللهم ارحمه والله، اللهم ارحمه وسامحه، اللهم اغفر له، ادعوا له بالرحمة. اكتبوا له يا جماعة، اقروا له الفاتحة. الفنان رامي صبري شقيق الفنان كريم صبري في ذمة الله شقيق الفنان رامي صبري الذي وفاته المنية البارحة. تفاصيل خاصة كتير جدا ما بنحبش نذكرها يعني أو نقولها، بس علشان نحن يعني موقع ناشر وموقع صحفي إعلامي هدفه خدمة القارئ، فبنقدم لحضراتكم بعض التفاصيل. البارحة أعلن الفنان رامي صبري عن وفاة الفنان كريم صبري أخوه اللي عنده 34 سنة سنة 1988 ممنوع سنة 1988 توفي الفنان سنة 1988 ولد الفنان كريم صبري عنده 34 سنة، هو في معهد الموسيقى العربية. ومعهد الموسيقى العربية هذا
هو طالب فيه، لذلك كل زمايله وأحبائه من معهد الموسيقى العربية أتين ليه علشان يقدموا فيه واجب العزاء. بنتكلم مع حضراتكم برضو عن تفاصيل خاصة بوفاته ملابسات وفاته، المباحث وتحديات أو لحظة وصول الجثمان. لحظة وصول الجثمان. ادعوا له بالرحمة، ادعوا له بالرحمة والسكينة. وداعا الفنان كريم صبري، وخالص العزاء لأسرة الفنان رامي صبري المطرب الشهير. حالة من الحزن سيدة هنا في مسجد الشهداء، مسجد الشرطة بالشيخ زايد. الآن تتحرك السيارة الخاصة بالفنان كريم صبري ناقلة إياه إلى مدفن العائلة بالواحات طريق صلاح سالم. شايفين حالة من حالات الحزن أو لذويه وأقربائه، الحالة التي توفي بها الفنان كريم صبري هي كانت في مستشفى في أحد المصحات الاجتماعية، المصحات النفسية الخاصة بعلاج الإدمان، ومن ثم هرب من المصحة وألقى بنفسه في ترعة تسمى ترعة المريطية. زي ما حضراتكم في بس مباشر بنقل لحضراتكم من موقعنا هذا في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حيث ننقل لحضراتكم في بس مباشر التفاصيل، ننقل لحضراتكم في بس مباشر اللحظات الأخيرة لوداع الفنان كريم صبري في إلى مثواه الأخير في منطقة زي ما حضراتكم شايفين كده. هذا هو الوضع الآن، أهي هذا هو الوضع الآن. كان الفنان كريم صبري قد تلقى فترة من العلاج قدرها يوم 24 ساعة، وبعدها هرب من مستشفى خاصة بالإدمان الصحة النفسية في منطقة أبو النمرس في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة. على أثر ذلك تلقت النجدة بلاغا يفيد بوقوع في جثة قتيل لم يعرفوا مين هو وما حددوش ماهيته. بعدها تم إبلاغ الأسرة بعدها علم أنه شقيق الفنان رامي صبري، وتم إبلاغ الأسرة بكافة التفاصيل الخاصة بالوفاة. رحمة الله عليه وندعو له بالرحمة. قفز في النيل و يعني توفي أثر غرقا، توفي غرقا أثر يعني وقوعه أو قفزه بداخل ترعة المريوطية في منطقة البدرشين. بنتابع مع حضراتكم في بث مباشر لايف من موقع بصراحة الإخباري التفاصيل الخاصة بالصلاة على جثمان الفقيد. ادعوا له بالرحمة كريم صبري، ادعوا له يا جماعة بالرحمة، ادعوا له بالرحمة. اللهم ارحمه، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم اغفر له وسامح، اللهم ارحمه. ادعوا له يا جماعة بالرحمة. حالة من الحزن تسود العائلة والجيران والزملاء في معهد الفنون المسرحية، حيث انه طالب في الفرقة الثانية بالمعهد، عمره 34 سنة، شاب لسه بيبدأ حياته، دخل مصحة للعلاج النفسي والعلاج من المخدرات، وبعدها لم يطيق الانتظار والحبس داخل، يعتبر حبس يعني أنا أسف في اللفظ، داخل المصحة. وبعدها انتقلت روحه إلى ربه. بنتابع مع حضراتكم أهو من مسجد الشرطة، مسجد ودار من مناسبات الشرطة في الشيخ زايد،
التفاصيل الكاملة والخاصة بنقل الجثمان كريم صبري إلى مثواه الأخير في منطقة المقابر الخاصة بالأسرة. شايفين عدد كبير من الناس والسيارات، عدد كبير من الزملاء. الفنان رامي صبري أمامنا اهو. اللهم ارحمه واغفر له وسامح، اللهم ارحمه واغفر له وسامح. ادعوا له يا جماعة، ادعوا له بالرحمة، ادعوا له بالرحمة، ادعوا له بالرحمة، واقرأ له الفاتحة. الفنان كريم صبري هو شاب ابن هذه المرحلة التي لم يتجاوز عمره 34 سنة، سنة 88 ولد، وكان شابا متفوقا، دخل معهد الفنون المسرحية لكي يكون يعني حلمه أن يكون ممثلا ومسرحيا. الفنان كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، ادعو له بالرحمة. وقد يعني انتهت خلاص مراسم الجنازة الخاصة به والصلاة عليه، والآن تنتقل إلى طريق صلاح سالم حيث مدافن الأسرة، حيث مدافن الأسرة. أهله في غاية الحزن، زملائه في غاية الحزن، كل ذويه في غاية الحزن والألم. هناك حالة من حالات الغضب، يعني إذا كنا نصور هذا لحضراتكم لننقله كي تقولوا ربنا يرحمه وتزيد من عدد الرحمات، ولكن قوبل هذا من قبل أحد زملائه هنا بالرفض التام قائلا مفيش تصوير. ولكننا عندما ننقل مشاهدينا هذا مثل هذه الأخبار، فإنما ننقل لكي تدعو له بالرحمة، أو لأحد محبيه يقرأ له صورة من القرآن الكريم، أو يقرأ له الفاتحة. هذا هو هدفنا، وهذا هو يعني مبتغانا مما نصور. نحن موقع إخباري إنساني صحفي مهتم بالنشر وبنشر كل شيء. من ضمن هذه الأخبار هو وفاة الفنان كريم صبري، نقلناها لحضراتكم في بث مباشر. ادعوا له بالرحمة والمغفرة. الفنان كريم صبري هو ابن 34 سنة لم يبلغها حتى، هو شقيق الفنان رامي صبري. ادعوا له بالرحمة يا جماعة، اللهم ارحمه وثبته عند السؤال، اللهم سامحه واغفر له. شكرا لحضراتكم، وهكان هذا نقلا حيا ومباشرا لمراسم صلاة الجنازة على روح الفقيد كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء. Thank you.